التغيير لا يأتي مرة واحدة في المجتمعات عموما، كل المجتمعات عرفت التغيير بشكل تدريجي. أنا أعتقد المرحلة المهمة والمفصلية في بداية التغيير في العراق بدأت منذ تشرين، وتشرين بدأت تطرق أبواب كل الفاعلين سواء الداخليين أو الخارجيين. أنا أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور من واشنطن بأنه المجتمع الشيعي، إذا استطعنا أن نتكلم عن العراقيين الشيعة، ربما سيكون التأثير لديهم بشكل كبير لسبب بسيط، لأن العراقيين الشيعة شعروا بصدمة كبيرة في تشرين بأنه القوى التي ربما شاركوا في انتخابها في انتخابات 2014 وحتى 2018 رجعت عليهم لتضربهم ولتؤدي إلى قتل أكثر من 800 شخص من شبابهم، فهذا ربما ولد يعني ردة فعل قوية جدا تجاه هؤلاء. وبالتالي أيضا شعور الشيعة الآن في هذه المرحلة عكس الانتخابات السابقة بنوع من الطمأنينة والثقة بأنه الفترة السابقة اللي كانوا يخوفون فيها عودة البعث وعودة السيطرة الطائفية لهذه الطائفة أو تلك، أعتقد خفت الآن عند الجيل الجديد من الشيعة. إضافة إلى ذلك هناك قضية أساسية ومهمة، هناك أجيال جديدة الآن بدأت تأتي، والأجيال السابقة أخذت فرصتها بما يكفي، أخذوا 18 سنة يعني كافية، ما الذي يمكن أن يقدموا؟ فأنا أتفق، ولكن عندي رأي آخر ربما هو مقارب لرأي الدكتور، ولكن بشكل أعتقد المدن، مراكز المدن سيحصل فيها المستقلون على نصيب أكبر سواء كان الشيعية أو سنية. في الجانب الشيعي أعتقد في بغداد سيكون هناك تأثير للمستقلين، في البصرة، في النجف ربما سيكون، هذه مراكز المدنية في المناطق الشيعية ستكون هي الطليعة في تحقيق نوع من الاختراق للمستقلين، لكن هذا لا يمنع من وجود هذا الاختراق في مدن أخرى كالموصل. أنا أعتقد الموصل أيضا مرشحة كمركز مدني، أنه المستقلين لهم ربما يعني حظوة بأن يحققوا.